السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم أخواتي في قناتكم عالم سهام، سعدت بلقائكم مجددا. اليوم إن شاء الله وتحت طلب العديد من الأخوات بالتعليقات سأشارك معكم وصفات للهضم السريع تعالج عسر الهضم، الانتفاخ، التخمة. هذه المشروبات صالحة كذلك لحرق الدهون، تخسيس الدهون بالبطن وكذلك بمنطقة الأرداف. ستأكلين كما تريدين وستحسين كأنك لم تأكلي أي شيء بعد شربه. هي مشروبات حارقة للدهون، مذيبة للشحوم، تعمل على التخسيس خاصة بمنطقة البطن، الكرش، الجوانب، الأرداف. كما ذكرت لكم هي فعالة جدا ومضمونة النتيجة. فاختاروا أخواتي بين هذه المشروبات حسب المكونات المتوفرة لديكم وإمكانياتكم. تناولوها وبالموازاة معها يجب شرب الكثير من الماء على الأقل لترين باليوم. زيدوا كذلك من كمية الألياف بالطعام كالخضر، الفواكه، الفواكه المجففة، التفاح، كذلك بذور الكتان المطحونة، فهي تعتبر ألياف طبيعية تعالج الإمساك وعسر الهضم وتساعد على تخفيف الوزن. فتابعوا معي أخواتي لآخر الفيديو للتعرف على هذه المشروبات. سنحتاج للزنجبيل المطحون أو الزنجبيل الطازج، استخدموا المتواجد لديكم. إذا استخدمتم الطازج فقوموا ببشره بشكل رقيق جدا. الزنجبيل بشكل عام أخواتي يحرق الدهون، يزيل الشحوم، يعمل على إذابة جميع الشحوم المتكدسة بالجسم، بالبطن أو بالأرداف أو الجوانب، وهو يحل جميع مشاكل الجهاز الهضمي مثلا كاضطرابات المعدة، الغثيان، يسهل عملية الهضم، يزيد نشاط الأمعاء ويعالج الغازات، الإمساك، مشاكل القولون، يقلل كذلك من نسبة الكوليسترول، كله فوائد للجسم. ضعي منه ملعقة صغيرة في كوب كبير. سنحتاج كذلك للقرفة أو الدارسين المطحون، هي رائعة للتخسيس أخواتي، تعالج صعوبة الهضم، التخمة، تسرع عملية حرق الدهون بالجسم، وهي رائعة جدا للتخسيس. كلنا نعلم فوائد القرفة للجسم. ضعي منها ملعقة صغيرة. بعدها سنصب الماء الساخن على هذين العنصرين. وأضيفي عصير نصف حبة ليمون أو حامض، فالليمون يزيل السموم بالجسم، هو ديتوكس طبيعي، ينقي الجسم، يخلصك من جميع السموم التي تعيق جهازك الهضمي، ينظف القولون، هو يحرق الشحوم ويذيب الدهون ولو كانت متحجرة، يقوم بإنقاص الوزن بسرعة. اخلطي هذه العناصر أضيفي ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي، عسل النحل أو العسل الحر لتحلية المشروب. إذا لم يتواجد لديك استغني عنه، لا تحلي المشروب بالسكر، فقط بالعسل إذا كان متواجد لديك. تناوليه صباحا على الريق، وبعد كل وجبة اشربي منه كمية كوب شاي صغير. يمكنك تحضير كمية أكبر بمضاعفة المقادير واحتفظي به في قنينة زجاجية في الثلاجة. اشربيه كالشاي على الريق كما ذكرت، كوب بعد وجبة الغداء وكوب بعد وجبة العشاء. صدقوني ستحسون كأنكم لم تأكلوا أي شيء. هذا المشروب يزيل التخمة، يزيل عسر الهضم، يذيب الشحوم، يساعد على حرق الدهون، فداوموا عليه لمدة أسبوع بالكامل، ثم اشربوا يوم نعم ويوم لا بالأسبوع الموالي، وبالأسبوع الثالث اشربوا فقط كوب واحد منه على الريق باليوم. ستبدأين بملاحظة خسارة لوزنك بشكل سريع وصحي دون أضرار جانبية. لننتقل أخواتي للمشروب الموالي. سنحتاج به لبذور الشمر،
زريعة البسباس، حبة حلاوة أو الشمار، كل بلد وكيف يسميه. هو معروف بفوائده على الجهاز الهضمي، غني جدا بالألياف، يسهل حركة الطعام والشرب في الأمعاء وينظف الجهاز الهضمي والقولون، يخلصه من الرواسب السامة ومن الفضلات القديمة. هو ينقي جسمك من السموم بشكل عام، ورائع جدا لتخسيس الوزن ولحرق الدهون والشحوم. إذا تناولتيه بشكل منتظم أو أضفت البودرة للطعام فهو يشعرك بالشبع لفترة طويلة ويقلل الشهية، هذا ما يجعلك تتناولين أقل كمية من الطعام وبالتالي فقدان الوزن. ضعي منه ملعقة صغيرة. أضيفي ملعقة صغيرة أيضا من الكمون، من الأفضل أن يكون كمون بلدي، وأضيفي كيس من الشاي الأخضر أو كيس من البابونج كما تفضلين. هذه الأكياس التي تباع في المحلات التجارية فهي موجودة بكثرة وطبيعية، يمكنك إضافتها لهذا الشاي بالأعشاب فهي كذلك تزيد من النتيجة. وطبعا كما قلت استخدموا إما النعناع المجفف أو الشاي الأخضر أو البابونج أو الكاموميل. إذا لم تتواجد لديك هذه الأكياس فيمكنك استخدام ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر على شكل حبوب، أو ملعقة صغيرة من البابونج المطحون، أو ملعقة صغيرة من النعناع المجفف، لك الاختيار. ثم سنصب الماء الساخن. اتركي هذا المشروب لينقع لمدة 15 دقيقة وليدفأ كذلك. يمكنك إضافة القليل من عصير الليمون لتزيدي من فعاليته إذا كان مذاق الليمون يعجبك، ويمكنك أيضا إضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي أو العسل الحر، وهي اختيارية أيضا. بعدها سنصفي المشروب جيدا. هو مشروب ممتاز أخواتي، يعمل على إفقادك الوزن، يقمع الشهية، يسد من الرغبة الشديدة للطعام، وهو يحسن امتصاص العناصر المغذية بالجسم ويمنع تخزين الدهون. فاشربوه يوميا على الريق وبعد الوجبات الرئيسية. حضروا منه أخواتي كمية كبيرة، يمكنكم أن تضاعفوا المقادير وتحتفظوا به في قنينة من الزجاج في الثلاجة، واشربوا منه فهو صحي، ينقي الجسم من السموم. لننتقل أخواتي للخلطة الموالية. سنحتاج للكمون، وعند شرائكم للكمون أخواتي اشتروا بذور غير مطحونة، لأن طحن البذور يفقدها العديد من الزيوت الطيارة والنكهة أيضا. فالكمون الذي يشترى مطحون يكون عرضة للتلوث والغبار، وفترة صلاحيته تكون قصيرة جدا. نقوم بطحنه بالبيت، فهو ينقص الوزن، يحرق الدهون خاصة دهون البطن. استخدموا أخواتي الكمون البلدي إذا كان لديكم فهو أفضل، اشتروا بذور واطحنوا بأنفسكم بالبيت، فهو يحرق الشحوم، يعطي شعور كبير بالشبع، يحسن صحة الجهاز الهضمي، هو علاج للغازات التي تسبب الانتفاخ، ويعالج المغص والإسهال. ضعي منه ملعقة صغيرة في كوب كبير. أضيفي إليها نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل وهي اختيارية. أضيفي الماء الساخن ونضيف القليل من عصير الليمون أو الحامض، تقريبا ملعقة كبيرة. يمكننا أن نحلي هذا المشروب بملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي. قومي بتصفيته واشربيه بعد كل وجبة. هذا المشروب لا يشرب أبدا على الريق، ولا يشرب من طرف السيدات الحوامل أو المرضعات، لأنه يمكن أن يؤثر على إدرار الحليب، ومن الأفضل كذلك عدم إعطائه للأطفال الصغار.
لكن بالنسبة للكبار فهو مشروب آمن. هو دواء للقلب والمعدة، يعالج الغازات، الإمساك، الإسهال، ويقوي جهاز المناعة، كله فوائد للصحة، فاشربوه بدون خوف. اختاروا أخواتي بين هذه المشروبات فكلها ناجحة ومجربة. يمكن أن تفقدك حتى 7 كيلوغرامات في أسبوعين أو أكثر، وذلك حسب التزامك بالمشروب. تجنبوا أخواتي السكريات، الحلويات، المشروبات الغازية، قللوا كذلك من تناول الدهون والمقليات بكمية كبيرة، فكل هذه الأمور تبطئ عمل هذه الوصفات أو هذه المشروبات. وصلنا أخواتي لنهاية فيديو اليوم، أتمنى أن يعجبكم وأن تشاركوه مع أصدقائكم ومعارفكم لتعم الفائدة. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.